من هذا يا صاحب الضريح؟ صاحب الضريح هو الشيخ العلامة العالم العامل بعلمه، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وشيخنا، من أجل الأخذين عن سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، هو الذي يذكر دائما في فواتح الراتب عندما تقرأ راتب العطاس، فلا يقرأ راتب العطاس إلا ويذكر هذا الشيخ الجليل، وهو الشيخ العالم العلامة علي بن عبد الله باراس المظفر من قبيلة سيبان. كان مولده في حريضة عند شيخه الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وكان يخدمه شيخه ويطلب منه العلم عند الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس. وبعد أن بلغ مرتبة من العلم أمره شيخه أن يأتي إلى هذه البلاد الخرابة معلما مدرسا لأهلها، فامتنع أول شيء إيثارا وأراد أن يجلس مع شيخه في حريضة، فقال له شيخه لابد أن تذهب إلى هنا وتعلم، فامتثل أمره وجاء إلى هذه البلاد المباركة الخريبة بدوعا، وعلم أهلها وأسس هذا المسجد المبارك مسجده، ونشر العلم في هذه الأودية، وأقبلت عليه بلدة الخريبة بدوعا ومناطق دوعا، وكان له تلاميذ كثر، وكان يعقد حضرات ومجالس ذكر، وكان حسن الصوت في قراءة القرآن الكريم، عندما يقرأ القرآن كان جميل الصوت، وربما سمعه أهل منطقة الرشيد فيأتون ويستمعون لقراءته ويأخذون عنه العلم ويأخذون عنه الذكر ويأخذون عنه الطريقة ويأخذون عنه الآداب النبوية، ويجيزهم عن شيخه الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس. فمما ذكره الحبيب علي في كتاب القرطاس عن هذا الشيخ أنه عقد مجلس ذكر هنا، ففي أثناء مجلس الذكر أحدهم نزلت ثنيته وضرسه، فجاء الشيخ علي وأخذ ضرسه وهو يقول يا عمر يا عمر، حتى ردهما في فمه فرجعت أحسن مما كانت، وكان متعلقا بشيخه الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس. والحبيب عمر صاحب حريضة يقول من فرق بيني وبين علي لا يفلح، الذي يفرق بين الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس لا يفلح، والذي يفرق بين الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس في الفاتحة ولا يذكر الشيخ علي بن عبد الله براس لا تقبل فاتحته. ولذلك يقول سيدنا وإمامنا الحبيب عمر العطاس أنا صندوق ومفتاحي علي باراس. وكان ثانيا في شيخه، محبا لشيخه، حتى أنه يقول كل الأولياء أحبهم وأعتقدهم وألتمس بركتهم، ولكني مرتبط بشيخي عمر بن عبد الرحمن العطاس، فقد ملأ علي المشاف وسد علي الأفق، فلم أرى إلا شيخي. وكان قبل ما يموت رحمه الله في سنة 1092 رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ورأى جملة من السلف، حتى أنه جمع أولاده يوم الثلاثاء أو الأربعاء وقال لهم إني سأموت في هذا اليومين، وأخبرهم وودعهم. لماذا؟ قال رأيت النبي ورأيت شيخي عمر العطاس ودفن في هذا المسجد المبارك.